ومن لطيف الأمر أن إحدى النساء الفاضلات أرسلت إلي برؤيا وهذا في هذا اليوم. تقول بلغني أن في المنام هذا في الرؤيا تقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الباطنة في الأماكن المتضررة يعمل مع الناس. تقول فهرعت إلى ذلكم المكان وحتى وصلت تقول فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس ثم نظر إلي باسما والنور يعلو وجهه الشريف إلى آخر ما قالت. فعلى كل حال يعني هذا الفعل أو هذا العمل الذي قام به الناس هكذا من تلقاء أنفسهم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم هذا مما يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته. ولا شك أن الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه الله تبارك وتعالى. فهذا قربان عظيم هبت به جميع المناطق من أقصاها إلى أقصاها بدون استثناء هبت به يعني إلى هبوا إلى إخوانهم إلى نجدتهم والوقوف معهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يضمد الجراح وأن يجعل قادم الأيام لنا ولهم جميعا خيرا من سابقها وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يخلف على المنفقين وأن يجعل إنفاقهم سواء كان بالمال أو بالجهد بالعمل بالكلمة أيا كان أن يجعل إنفاقهم بركة عليهم وعلى أهلهم وشفاء وبركة على هذا البلد الطيب وعلى كل من يقيم فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالله يحب المتصدقين والله يحب المحسنين والله أرحم الراحمين والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين. لا يمكن أن يكون العبد أكرم لأخيه من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الأصل تلك الحركة التي تحركها إلى أخيه إنما هي بمشيئة بأمر الله تبارك وتعالى وهي بتوفيقه سبحانه وتعالى لهذا العبد حتى يعين أخاه المتضرر. فانظروا إلى هذه الملحمة كيف تنتقل من الله تبارك وتعالى إلى الأرض وكيف يتراحم الناس فيما بينهم وكيف يبكي هذا يعني ضرر هذا